أجر حجة وعمرة في كل صلاة يصليها، ومن خرج من بيته لم يخرجه إلا تسابيح الضحى أي سنة الضحى فصلاها في المسجد فله أجر عمرة وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب فعلي. خذت أجر عمرة كاملة، يا الأجر العظيم، احمدوا الله أنكم من أمة محمد. لا تنسوا قبل أن تذهب إلى دوامك مر على أي مسجد، توضأ في بيتك ومر على أي مسجد، انوي أنك خارج المسجد قل دعاء خروج المسجد، واذهب إلى أي مسجد قريب وإن وجدته مقفل صلي عند بابه الرئيسي ويكفيك، حتى لو ما معك سجادة فتعفير وجهك الكريم لله يسوى عند الله ما يسوى، ولك أجر عظيم فلا تنسوها.